نخلص من خالد الغندور، واحنا لسه ما خلصناش منه. يعني يجيب يوم خالد الغندور يطلع لنا عفة نصار. عفة نصار برضو نفس القصة ونفس اللبانة ونفس الموال، الحكم الملاكي صادق السلب. بكرة مباراة النادي الأهلي وشبيبة الثورة الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، واللي هيديرها صادق السلمي، وهتنتهي. هل هينتهي الكلام عن الحكم الملاكي، ولا هيبدأ الكلام بعد المباراة عن حكم التونسي صادق السلمي؟ عفت نصار مسك الموضوع برضه، الحكم الملاكي وحكم الأهلي مش عارف مباريتين وديه التالتة وحكم ومش حكم. يا اخوانا، هو النادي الأهلي يعني هو اللي بيختار الحكام؟ يا كابتن عفت، يا كابتن عفت، هو يعني هو العفريت اللي بيوسوس، او الشيطان اللي بيوسوس في ودنكم واحد؟ كل الشيطان اللي بيوسوس في الناس اللي بتطلع الحكم واحد؟ يعني يجي العفة نصار، يجي خالد الغندور، يجي كل الناس، لدرجة الجماعة الزملكاوية. صدقوا بجد، يعني انا كنت بتكلم، وكان صحيح بتكلم، بس ما كنتش متصور ان الموضوع الناس مصدقين. يعني وصل لدرجة هاشتاج عليه الافات جماعه الزملكاويه وجماهير نادي الزمالك، عاملين هاشتاج، كانوا عاملين هاشتاج على موقع الترندات القصيره تويتر. فضل تقريبا طول اليوم النهارده الجمعه قبل موضوع الحادث بتاع نيوزيلندا ده. نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلهم شهداء عنده، ويتم شفاء المصابين في القريب العاجل ان شاء الله. فالموضوع قبل موضوع نيوزيلندا كان الموضوع الملاكي، الحكم الملاكي السلمي، حكم، وداخلين يتكلموا افريقيا مش عارف ايه، والاهلي وايده طويله في افريقيا، والاهلي مش عارف ايه، والاتحاد الافريقي بيجامله. يا جماعه بالعقل كده، الاتحاد الافريقي بيجامله، هنمشي معاكم. الاتحاد الافريقي بيجامل النادي الاهلي، حلو. النادي الاهلي بقاله كام سنه من 2013 ما خدش بطوله افريقيا، وجاي بيتكلمني في السنوات الاخيره بيجامله، يقول السنه اللي فاتت اصل الحكم مهدي عبيد، السنه اللي فاتت اتمها مهدي عبيد اخطأ، ومهدي عبيد تم التحقيق معاه، ومهدي عبيد طلع بريء. الحكم الجزائري ايه اللي بقى مهدي عبيد؟ مهدي عز الدين؟ طب لما الاتحاد الافريقي يعني بيجامل الاهلي، ما سابنا ليه بقالنا كام سنه ما خدناش؟ بقالنا يجي 6 سنين ولا خمس، داخلين في 6 سنة، ما فيش بطوله من بطولات افريقيا. شويه عقل. والناس دلوقتي، انت بتتكلم عن النادي الاهلي ده برنامج انتم مأجرينه ساعتين، يعني ما عندكوش وقت، وقتكم بفلوس يا كابتن عفت انت وكابتن خالد، بتأجروا ساعتين كل يوم. طب الساعتين اللي انت مأجرينهم دول، حضرتك هتتكلم عن اخبار نادي الزمالك ولا هتتكلم عن النادي الاهلي؟ وبعدين يا كابتن عفت انت وكابتن خالد، يعني وانت والناس اللي والشريف والطريف وكل الناس الظريفه دي اللي بتتكلم عن الموضوع النادي الاهلي باستمرار، والنادي الاهلي يكونش نادي الزمالك مع في مجموعه النادي الاهلي في الدوري ابطال افريقيا ومتخفي؟ يعني انتوا بتهاجموا بشراسه ليه؟ ويهمك في ايه حكم ملاكي ومش ملاكي؟ تركز يا اخي عندك، انت عملت زي واحد دخل اللجنه، واخد بالك، بيمتحن في ماده وصاحبه التاني بيمتحن في ماده، صاحبه التاني شاطر، فكل اللي همه مش همه بقى في ورقته، لا باصص للمراقب بتاع زميله، هل هيسيب له اللجنه او مش هيسيب له اللجنه؟ وهو طب ما تكتب يا اخي كلمه في ورقتك، ذاكر في ورقتك، حل ورقتك، مالك ومال ورق زميلك، مالك ومال مادة زميلك، مالك ومال المراقب اللي بيراقب لزميلك، خليك يا اخي في ورقتك. انت كمان يمكن مش همك مصلحتك، خايف ممكن تسقط، ممكن تسقط، بس عايز زميلك يسقط؟ طب ما تنجح وهو ربنا يكرمه وينجح. ايه بقى ما إيه انت في الكونفدراليه باصص على الاهلي في دوري الابطال، باصص لحكام الاهلي في دوري الابطال، انت في الكونفدراليه يا عم وفاضل لك ماتش، ممكن ربنا يكرمك وتعدي، ممكن ربنا لا قدر الله ما يحصلش نصيبه وتقع. ركزوا يا اخي، ادعموا فرقتكم، شجعوا اللعيبه، ادعموا اللعيبه، حمسوا اللعيبه، حفزوا اللعيبه. ماسك لي الاهلي والحكم وعمل واتحاد وشطه ومش عارف ايه، شطه مين؟ هو شطه عاد موجود في الاتحاد ولا مصطفى مراد فهمي؟ ما عادوش موجودين في الاتحاد. تقول لي مش عارف ايه، النادي الاهلي عنده عفاريت؟ يعني عفاريت كده النادي الاهلي بيجيبوا منهم؟ تعالوا روحوا لرئيس لجنه الحكام او معاه شيوخ، يمكن زي ما ده احمد حسام ميدو يا اخي قالها. احمد حسام ميدو قال لك، هو لما كان بيدرب نادي الزمالك قال لك مرتضى منصور كان بيجيب معانا شيخ عشان السحر وعشان مش عارف ايه.
7000 جنيه في الماتش يا اخي، يكونش النادي الاهلي بيعمل زي نادي الزمالك يعني جايب شيخ كده او بيسخر جني، جني يقول الشيخ يقول للجن روح قول لرئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي او لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي هاتوا لنا الحكم الفلاني ده، هيبقى في شويه عقل يعني، مش للدرجه دي يعني. ده انتوا لعيبه وده انتوا ناس المفروض يعني بتكبروا في السن، الواحد كل ما يكبر في السن عقله درس العقل بيطلع له وعقله بيثبت ويبقى متزن. ماله النادي الاهلي عامل لكم صداع في دماغكم؟ النادي الاهلي هيفضل النادي الاهلي، والنادي الاهلي كبير ومع كل الانديه بعد منه اقل بمراحل وبشهاده الناس كلها. الغندور قال لك جماهير الاهلي اكبر، مرتضى منصور نفسه وغيره، وبطولات النادي الاهلي، عقد رعايه النادي الاهلي، فرق شاسع بين نادي الزمالك والنادي الاهلي، لدرجه ان بعض الناس الزملكاويه او بعض الناس المسؤولين في نادي الزمالك او لعيبه قدامى نادي الزمالك عيطوا وحاربوا بتاع برزنتيشن اسمه محمد كامل ده لما طلع وعيط وبنيت حياته انه كان يبقى راعي للنادي الاهلي. ازاي تتكلم عن انت مالك يا اخي؟ ازاي تعيط للنادي الاهلي؟ ازاي تعمل طب ما انت راعي النادي الزمالك يا اخي؟ ايه اللي جاب الزمالك للاهلي؟ الراجل هو ده شايف الفرق في الاعلانات وفي الفلوس وفي الدخل وفي كل حاجه، فرق بطولات، فرق اسم، فرق ايه يا جماعه؟ يا جماعه مش كده. لكن الحكم الملاك ده انتوا خليتوا الناس مفيش ذره عقل. لما النادي الاهلي يعني 100 100 كويس وبيسه بقى له كام سنه بيخسر ويوصل النهائي وبيخسر ليه؟ مفيش شويه عقل. الحكم الملاك يا اخوانا احنا عايزينه ملاك، وفضلوا في القهرة وفي الحقد والبتاع، اللي بيحقد وبيغل ده هو اللي بيغل على نفسه، فافضلوا خليكم عايشين في القاع، ايوه على دماغه انتوا في الاخر. لكن النادي الاهلي ماشي في طريقه وماشي. قال لك الكابتن عدلي القيعي رئيس لجنه التعاقدات بالنادي الاهلي وابراهيم المنيسي رئيس تحرير مجله نادي الاهلي ردوا على الاتهامات اللي وجهها عفت نصار الحكم التونسي صادق السلمي. يا اخي دخلوا بتاع شبيبه الثوره، الراجل بتاع شبيبه الثوره يتكلم يا اخي، بيقول لك جات لنا اخبار من مصر ان احنا ما نعرفش، الراجل بيقول لك انا ما اعرفش حاجه عن الحكم بس جات لنا اخبار من مصر ان الراجل ده هو ممكن يبقى مشكله على الاهلي. يا جماعه ويرد يقول لك احنا بننبذ التعصب، يرجع يقول لك احنا بنتمنى ان النادي الاهلي يكسب. ايه كلام والله بقى بياخد الكلام يعني، كان ممكن الاول يتنرفز يتعصب. لكن معقوله الناس وصلت تفكيرها للدرجه دي؟ السذاجة وصلت بالناس للدرجة دي؟ معقول جماهير بحجم نادي الزمالك ونادي مش صغير يعني حق يقال يعني جماهير نادي الزمالك نادي الثاني بعد النادي الاهلي منافس النادي الاهلي التقليدي يعني واللي دايما النادي الاهلي بيكسبه قعدوا 10 سنين ما اخي عندهم عقدة من النادي الاهلي ما يكسبوش النادي الاهلي فعادي يعني. هو بس احنا لازم نتكلم بما يرضي الله وصراحة ونقول الحقيقة يعني. معقول ناس او جماهير بحجم جماهير نادي الزمالك تفكيرها هيكون بهذه السذاجه اللي يقول لك حكم ملاكي واللي يقول لك الكاف ويقول لك الاتحاد طب ما كسبناش ليه؟ ردوا عليا، ردوا عليا، ما كسبناش ليه اخر 5 6 سنين؟ ليه بنوصل للنهائي وبنطلع؟ طب ما احنا الحكام الاتحاد الافريقي عايز يدينا ليه؟ حتى عفت نصار قال لك صادق السلمي اللي هيدير مباراه النادي الاهلي شبيبه الثوره الجزائري في مسابقه دوري ابطال افريقيا، وقال لك بقى ابراهيم المنيسي قال لعفت نصار ابن الزمالك تحدث بيسخر من ابراهيم المنيسي قال لك عفت نصار ابن نادي الزمالك تحدث في طوال البرنامج المؤجر ويبث على احدى القنوات عن حكم مباراه الثوره رغم انه ناديه لا ينافسنا في هذه البطوله. كلام معقول، كلام منطقي يعني. انت واخد ساعتين يا عم الحاج تاجره، ايه الحق يقول كلمتين؟ النادي الاهلي عنده قناته يقعد يتكلم براحته، الناس تقعد لو هتقعد تعيد وتزيد وتغني وبرضه بيتكلموا عن ناديهم. انت طالع في ساعتين ما عندكش وقت تقول الكلمتين بتوعك، ساعتين هتقول ازيك سلام عليكم واخباركم ايه؟ تقول الساعتين خلصوا اللي انت مأجرهم يا كابتن عفت انت وكابتن خالد، فما ينفعش، ركز في ناديك. قال لك ورد ابراهيم المنيسي على عفت نصار وقال له كل اللي انت بتقوله تهييس، لقد اتهم البرنامج شطه، برنامج بتاعهم اسمه اخبار زمالك شطه ومصطفى مراد فهمي بالتدخل لمحاباه الاهلي، واللي مفيش معلومات ولا في اعداد ولا في فكر، والاثنين شطه ومصطفى مراد فهمي سايبين الاتحاد من فتره، ازاي هيجاملوا النادي الاهلي؟ قال لك ده ناقص بس ان يقولوا الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه اللي كان بيشغل منصب المدير الفني للكاف من سنوات طويله هو اللي بيتدخل ويجيب الحكام للنادي الاهلي. كلام
مش منطقي كلام، ما فيش اي للدرجه دي. يعني الغيره النادي معين ممكن يخلي الانسان اعمى مش شايف، يردد كلام من غير تفكير لو في لحظات فكروا فيها. ما الكلام اللي بيقولوه ده مش هيعيدوه ومش هيقولوه تاني. يقول لك من وعدل القيعي استنكر الحديث عن الحكم التونسي صادق السلمي وقال بنعيش نفس الاجواء اللي عشناها قبل كده في بطوله، في نهائي البطوله لما لعبنا قدام الترجي ونفس الاعلام الزملكاوي. وقال لك على الرغم ان النادي الاهلي ما بيتكلمش عن الزمالك في شيء، قال لك الاعلام الزملكاوي ما بيسيبش فرصه الا وبيتكلم عن الحكم وبيصنع الضغط، وهو امر غريب خاصه وان حديثهم عن نزع فتيل الازمه والاحتقان. ازاي بنتكلم عن الازمه والاحتقان وجاي بتتكلم مش عارف؟ رب على رئيس من ربنا يشفي، راي العيني ربنا يشفي. السلام عليكم.